أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من يوميات سيفتاو على قناة خوذتي. سمارت باوند أو الجنيه الذكي. طبعا كلنا بنضطر إن احنا نتعامل بالمعاملات الورقية النقدية في معاملاتنا اليومية. الموضوع ده يا جماعة أعتقد إن هو بيشكل لنا تحدي كبير قوي في الوقت الراهن أو في الأحوال العادية، خصوصا في المؤسسات او الاماكن الصحيه، مستشفيات مثلا، اماكن صحيه، تطعيمات، الى اخره من الكلام ده. طبعا في الحاله العامه بيشكل لنا نفس التحدي، ولكن في المؤسسات او المنشات الصحيه بيكون التحدي اكبر، لان دي الاماكن اللي بيزورها دايما بيكون مرضى، انسان مريض بيعاني من حاجه معينه. فانت تخيل ان انا لما بروح مثلا، يعني على سبيل المثال الورقه البيضاء ديت دي معامله ورقيه نقديه، انا كرايح مثلا المؤسسه الصحيه ديت ورايح ان انا اكشف مثلا، فالورقه زي ما انتم شايفينها بيضاء كده وعندي الوان مختلفه هتبين البصمات بتاعت الناس المختلفه، سواء ما معاهم بقى يعني ايه حد مصاب بانفلونزا، برد، كبد وبائي، ما اعرفش كورونا، الى اخره من الكلام ده. فانت مثلا اول ما بتروح المستشفى كمثال، يعني نشوف العمله الورقيه دي شكلها وايه عدد الالوان والبصمات هيتغير ازاي مع المعاملات المختلفه اللي انا هاديها داخل المنشاه الصحيه، بما انها بتمثل مكان لابد ان احنا يعني ايه ناخد اجراءات احترازيه زياده عند زيارته، لان زي ما قلت تاني اللي بيزوروها ناس دايما مش ناس عاديين، ناس بتكون مصابه بحاجه واحده تتعالج. فهنا مثلا اول ما بروح انا المنشاه الصحيه بروح مثلا بدفع فلوس عشان الكشف او الكلام ده، فهتيجي مثلا هنا اهو هنا، ودي كانت اول بصمه كويس، بعد كده مثلا دي اول بصمه، بعد كده مثلا بروح ان انا المعمل فبتيجي عندي بصمه ثانيه، بروح مثلا بعد كده الصيدليه بصمه ثالثه، بروح بعد كده لأي حاجة بأديها داخل أشعة أو الكلام ده بصمة رابعة، بعد كده وأنا خارج مثلا فلوس زيادة طلعت أو الكلام ده بصمة خمسة. البصمات دي كلها يا جماعة اتكونت على العملة النقدية اللي أنا بتعامل إيه؟ بتعامل بيها. تخيل إن أنت مثلا العملة النقدية ديت بعد ما بتطلع بتاخدها معاك وتروح تديها مثلا لإيه؟ لسائق مثلا إيه تاكسي أو بتاع فاكهة تحت حاجة أو الكلام ده. بصمات كتير بتتكون على العملة النقدية زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، دي العملة النقدية بعد تعاملتنا. الألوان المختلفة دي في منها هتلاقي فيروس لانفلونزا، كورونا، التهاب كبد وبائي، أمراض معدية، فيروسات، ميكروبات، حاجات كتير قوي 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 بتتكون على عملة. طب العملة النقدية دي يعني هتحصل فيها ازاي؟ هروح اغسلها مثلا؟ طبعا الحاجات دي كلها بتبقى غير مرئية، وخصوصا بكرر تاني في المنشآت الصحية والمستشفيات. طب ايه الحل؟ يعني انا بعد ما يعني مش هتعامل بالمعاملة الورقية النقدية ديت، ما لازم اتعامل معاها عشان اقضي الغرض بتاعي. طيب في حاجة يا جماعة اسمها اللي انا بقترحه اللي هو ايه؟ حاجة بنقول عليها اللي هو السمارت باوند او الجنيه الذكي. كارت كده بيبقى عامل زي كارت الموبايل، المفروض ان هو يتعمم، وداخل المنشآت الصحية رقم واحد بيبقى فيه زي مكان كده يا دوب يعني بيتعمل عليه سكان، او بمسح كده الكارت اللي معايا على المكان اللي موجودة معايا بيتم اقتطاع الجزء اللي مطلوب، او بيبقى فيه حاجة كده موجودة زي ارقام بحط رقم اللي المفروض بينطلب مني قدام كل خدمة او يعني مكان مفروض ان انا ادفع فيه معاملة. يبقى الكارت ده هيستخدم بواسطتي انا بس، يبقى انا هتفادى موضوع الايه المعاملات الايه الورقية النقدية دوت. يا جماعة شوفوا هيوفر قد ايه وهيعمل وقاية قد ايه، وهيبقى خط وقاية ما بينه وما بين انتقال الامراض الكتير اللي ممكن تعرض ليها نتيجة ايه تداول العملات الورقية من شخص للتاني، خد وهات وده يدي ده وده يتعامل مع ده، واخد انا من المستشفى اطلع بره لفكهاني لجمعيه لسوبر ماركت لمواصلات عامه. شوف بقى كميه الانتشار اللي ممكن تحصل نتيجه التداول الكلام ده، وطبعا ده بيتم احنا مش شايفين لان حاجات غير مرئيه. فانا بطالب ان الموضوع السمارت باوند ده يتم تعميمه رقم واحد داخل المستشفيات او المنشآت الصحيه عموما، ويكون كل واحد يمنع بتاتا التعامل بالعملات الورقيه النقديه، ويتم التعامل من خلال ايه كارت زي دوت بيطلق عليه السمارت باوند. وثانيا ممكن يتم تعميمه في المواصلات العامه، هيؤدي نفس
الغرض، ولكن في المرحله الحاليه اللي احنا فيها ديت انا بطالب ان هو يكون في المقام الاول، يتم تطبيقه باسرع وقت ممكن داخل المنشات الصحيه لتفادي انتشار اي مرض او عدوى من داخل المستشفى لخارج المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. ايه رايكم في الفكره ديت؟ دمتم بصحه والى اللقاء.